يا الله، السلام عليكم شباب. طبعا اليوم بالسوق مالتنا لقيت هذا الطوين حاطه بقفص ويريد يبيعه. زين، هذا شو استفاد منه؟ يعني كامش بيش يبيع ب500 دينار؟ ليش؟ شو يسوي بيه اصلا؟ يعني لا طير يعيش بقفص، لا هاي حاطينه، هاي لقيت اخر واحد باقي عنده، يعني لا يسوي واحد ياخذه، لا هاي 500 دينار خذته من عنده راح اطير. شباب ما يسوون طبعا ذني، يعني حرام تكمشن والله، يعني ما منهم اي فايده. هذا طير ما يعيش بقفص، لا مثل الزواجين ولا مثل اي طير، حاطه وماخذه على اليمن. اخذته الله وياك.